جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القوي صاحب المعاصي كأولئك الذين جعلوا الدشوش على بيوتهم ويدعون الفقر ويطالبون بشيء من الزكاة، ما موقفنا نحن أمامهم شيخ صالح؟ المسلم الفقير يعطى من الزكاة ولو كان عاصيا، إلا إذا علم أنه يستعين بهذه الزكاة على المعصية فإنه لا يجوز إعطاؤه. أما إذا لم يعلم وكان فقيرا وهو لم يخرج من دائرة الإسلام فإنه من أهل الزكاة. نعم. لا يدرى أين يصرف ما يعطى من الزكاة؟ إذا لم تعلم فأنت غير مسؤول، على مسؤوليته هو. لكن إذا علمت أنه يصرفها في المعاصي فلا يجوز لك أن تعطيها له، لأنك تتعاون معه على الإثم والعدوان. نعم.